هل يوجد فرق بين ويسكي بيلرستون الإسكتلندي وبين ويسكيات غير مصنفة كويسكي في الأسواق العراقية؟ الجواب نعم، هناك ثلاث فوارق والكثير لا يعرفها. الفرق الأول، مصدر الكحول للويسكي الإسكتلندي بيلرستون هو من الشعير ومولت الشعير وحبوب زراعية مثل الحنطة والذرة. أما الويسكي الغير مصنف عالمياً مصدره السكر أو قصب السكر. الفرق الثاني، ويسكي بيلرستون يدخل مرحلة التعتيق ليكتسب اللون أثناء بقائه في براميل خشب البلوط لمدة 3 سنوات، كما تلاحظون لونه ذهبي نتيجة التعتيق. أما الويسكي الغير مصنف لا يدخل مرحلة تعتيق ويضاف إليه كريم كراميل ناتج من سكر حتى يدل على إنه ويسكي. الفرق الثالث، ويسكي بيلرستون مسجل حصرياً بجمعية الويسكي الإسكتلندية، حيث لا يمكن استيراد الويسكي الإسكتلندي إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية فيها وتطبيق كل شروطها. للتأكد من تسجيل ويسكي بيلرستون في الجمعية سوف نترك لكم رابط أسفل الفيديو، يمكنكم التصفح عبر الرابط حيث تجد أن ويسكي بيلرستون هو فعلاً إسكتلندي ومعتق 3 سنوات في إسكتلندا.